إيلون ماسك مالك تويتر يصل إلى استاد لوسيل لحضور نهائي كأس العالم بمرافقة الممثلة الهندية الشهيرة ديبيكا باتيكون. وحارس المنتخب الفرنسي المعتزل إيكر كاسياس يدخل ملعب لوسيل حاملا كأس العالم. إبراهيموفيتش وبوغبا حاضران لمشاهدة نهائي كأس العالم 2022. عائلة ميسي حاضرة لدعم قائد الأرجنتين في المباراة النهائية. وصول أساطير كرة القدم وإيلون ماسك إلى ملعب المباراة النهائية لكأس العالم. كأس العالم يصل إلى استاد لوسيل بصحبة أسطورة إسبانيا إيكر كاسياس. ونشاهد بالصور أمير دولة قطر حاضر في حفل ختام كأس العالم فيفا 2022. نجوم الكرة المصرية حسن حمدي ومحمود الخطيب وأحمد سليمان وائل جمعة وأحمد حسن بالإضافة إلى كارلوس كيروش. المدير الفني السابق لمنتخبنا متواجدين في نهائي كأس العالم. المنتخب المغربي في مدرجات نهائي كأس العالم.